أكثر من 95% من إنتاج المحروقات السائلة بالجزائر يمر من هذا المكان، بالتحديد حوض الحمراء بحاسي مسعود. هذه المنشأة الاستراتيجية تعمل على استقبال وتخزين المحروقات السائلة ثم نقلها إلى الموانئ الجزائرية بالشمال عبر شبكة أنابيب تصل إلى 33 ألف كيلومتر. يستقبل مركز التوزيع بحوض الحمراء كميات البترول والمكثفات من حقول مصدر حاسي بركين، حاسي مسعود، عين مناص، القاسي، بير السبع، وهانت وغيرها من الحقول الأخرى. يقوم بتعيين هذه الكميات بدقة ومراقبة نوعيتها ثم يوزعها نحو الخزانات المتواجدة على مستوى حوض الحمراء، ليتم بعد ذلك إرسالها من خلال محطة الضخ عبر الأنابيب المتوجهة نحو سكيكتا، بجاية، وأرزو، وذلك عبر خطين أنبوب إلى ميناء أرزيو بسعة 45 مليون طن، وكذلك عبر خط أنبوب رابط بين حوض الحمراء وبجاية بسعة 14 مليون طن، وخط أنبوبين يربطان حوض الحمراء بسكيكدا بترول بروت ستادير بسعة 30 مليون طن، وغاز مميع لكوندونسا بسعة 11.4 مليون طن قابل للتمديد إلى 18 مليون طن. حوض الحمراء الذي له محور أساس في نقل المحروقات يحتوي أيضا على مركز توزيع المحروقات السائلة ومخبر لحساب الكميات وفصلها ومراقبة الجودة وتسيير الزيوت لتتطابق والمعايير الدولية المعمول بها. بعد استقبال المحروقات السائلة في هذا المركز يتم توزيعها عبر محطات، عبر أحواض التخزين المتواجدة في حوض الحمراء والبارغة عددها 31 حوض، التي تختلف ساعاتها التخزينية من بين 35 ألف متر مكعب إلى 50 ألف متر مكعب. حيث أن هذا المخبر ينقسم إلى ثلاث غرف رئيسية. الغرفة الأولى هي غرفة لتحليل ومعالجة الزيوت النفطية والمكتفات. الغرفة الثانية لتحليل زيوت التشحيم. الغرفة الثالثة وهي لتحليل مياه الصرف الصناعي. أربع محطات ضخ جديدة ومتطورة تعمل بحوض الحمراء يتم تسييرها من قبل شباب. قريت في الجامعة تاع ورقلة 5 أون ماستر ميكانيك إنرجيتيك. بدينا نخدموا في هذه في 2017. متخرج من جامعة سعد حلب ببليدة اوبسيون ميكانيك انرجيتيك. نطور هنا سي راسور اكسبلوطاسيون دي ماشين اي دي زيكيبمون دي دراستاسيون اي ميم ديسباتشينغ لا لين. خريج جامعه ورقلة قاسم مرباح، تخصص تقني استغلال. التحقنا بشركه سوناتراك حوض حمراء في عام 2014. كما تحتوي هذه المنشاه الاستراتيجيه على كل الوسائل اللوجستيه اللازمه لحمايه العمال والمنشات والمحافظه على البيئه.